بحضراتكم وفقرتنا الأخيرة، وإن شاء الله يكون ختامه مسك مع الغناء. معنا دلوقتي المطرب الشاب اللي بنقدمه لحضراتكم من خلال تلفزيون جمهورية مصر العربية قناة تانية، علي الباهي. أهلا بيك علي. أهلا بحضرتك. وإحنا بنقدمك للجمهور إن شاء الله، وبإذن الله تسيب انطباع جيد عنده بإذن الله. أتمنى. قول لي كده بدايتك، أنا عارفة إنها كانت مع الإنشاد الديني من وأنت صغير، قول لي بداية كانت إزاي؟ هو الحقيقة أنا بدأت أغني من سن 8 سنوات. أول حد استمع ليا كان والدتي وأنا صغير، وسمعتني والدي رحمه الله. بعد كده أنا والدي بينتسب لأحد المدارس الصوفية في مصر، وتعلمت الإنشاد الديني على إيديهم، ولحد سن متقدمة جدا من عمري، لحد سن 21 سنة من صغري، من وأنا عندي 13 سنة تقريبا أو 12 سنة بتعلم الإنشاد. اللي علمني كان حد هاوي رحمه الله برضو، أستاذ محمد عرف، حد هاوي لآلة العود، وده كان كبير المنشدين. علمني الوان كتير من الغنى زي التوشيح والانشاد والغنى التراثي والحاجات اللي زي كده. سمعنا حاجه بقى، نبدا بالانشاد الديني بما ان دي بدايتك، وبعد كده نروح حاجات ثانيه. اتفضل يا علي. ممكن نقول حاجه للشيخ سيد النقشبندي؟ يا ريت اتفضل. تلطفي يا ريح بالمدينه المنوره، تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هببت أو حللت يا رياح ستحملي أريجا. صلوات الله وسلامه عليه. تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هببت أو حللت يا رياح ستحملي أريجا. نبينا الذي تعطرت من طيبه الأرجاء، نبينا حبيبنا الذي تدثرت من نوره الأنحاء، تكاملت من أجله الأوصاف، إنسان عين النور والسرور والعطاء. نبينا حبيب أهل الأرض والسماء. جميل جميل يا علي. أنا بعتذر بس يعني في برد وكده. لا برغم البرد صوتك جميل، وبرده حق المشاهدين، لكن البداية جميلة. وقول لي أنت خريج كلية تجارة؟ أه جامعة عين شمس. ما حاولتش إنك أنت يعني تدرس الفن بما إنك أنت حابب الغناء؟ هو أنا حافظ أكتر من مقام موسيقي، بس يعني ما درستش، بس الموضوع كله بالنسبة لي سماعي، يعني أقدر أميز ما بين المقامات الأساسية كويس، وأقدر يعني أعرفها وأغنيها كويس. غنيت فتره في الجامعه، كنا كرو كده، وخرج مننا فنانين دلوقتي يعني في الوسط كويسين جدا. كان معانا تامر حسين كاتب ومغني جميل جدا، وهو دلوقتي في الوسط الفني. بس انا يعني ما حصلش ان انا قدرت اكمل وكده. انقطعت فتره بعد الجامعه، دخلت الجيش وكده، وبعد كده اشتغلت فتره في المبيعات في احد الشركات، وبعدين رجعت اغني تاني. جميل. يعني انت في مصر حجامعة برضو مارست الغناء كهواية. هواية. دلوقتي بدأت عملية احتراف غناء. بالظبط. طيب قول لي دلوقتي انت يعني بتشتغل في المسرح؟ اه. بتمثل وتغني؟ ان شاء الله. هايل. انت في احد العروض دلوقتي فعلا القائمة في البيت الفني المسرح دون ذكر اسماء يعني، لكن انت بتشتغل فيها. اه ان شاء الله. ممكن تسمعنا حاجة من اللي بتغنيها على المسرح؟ من العرض نفسه؟ يا ريت لو تقدر. اتفضل. ربي أنا عبدك وجيت أرجو الرضا،
ده انت العفو على اللي فات واللي مضى. ربي انا عبدك وجيت ارجو الرضا. ده انت العفو على اللي فات واللي مضى. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد. لها دبيب ربي أنا عبدك وجيت أرجو الرضا. ده انت العفو على اللي فات واللي مضى. قول لي يا علي، انت مهتم بالغناء بجانب طبعا الغناء الديني، وانت بتقول انك انت اتقنت عده الوان من الغناء الديني، تواشيح او انشاد او غيره. الغناء بقى الطربي انت مهتم بيه، بتسمع لمين؟ تحب تغني لمين؟ المسيطر على الموضوع الاستاذ محمد عبد الوهاب رحمه الله. بحب اسمع السيده ام كلثوم، الاستاذ محمد فوزي، السيده فيروز، الحاجات اللي فيها زخم وفيها موسيقى حقيقيه وفن حقيقي بيتقدم، يعني مش مجرد صحيح مش ايقاع او وجبه سريعه كده زي بالزبط. اللي احنا بناخدها دلوقتي دي حاجه ناس قاعده عليها اشتغل وشغل بجد. ده ما يمنعش ان في برضو من الوجبات السريعه ما هو قوي يعني أكيد. بس يعني الغنى القديم هو اللي مسيطر اكتر. جميل، سمعنا حاجه من اختياراتك لاي مطرب تحب؟ ما فيش مشكله، ممكن نقول بسم الله. هذه ليلتي، هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان وآتي. الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكاس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار. بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار. وديارا كانت قديما ديارا، سترانا كما نراها نراها كثارا. سوف تلهو بنا الحياة، سوف تلهو بنا الحياة،
سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالى تعالى أحبك الآن 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 أكثر. برافو برافو. واضح ان برضو يعني انت حفظت القرآن الكريم وانت صغير يعني؟ انا بحب قراءة القرآن وترتيله جدا جدا جدا، لان اللغة العربية ومخارج الالفاظ كمان مساعدك جدا في الاغاني الصعبة دي. انا سامعة وفاهمة كل كلمة انت بتقولها الى جانب جمال الصوت حقيقي. والله هو يعني قراءة القرآن هي الاساس في كل شيء. صحيح، هي اساس. يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك انزلناه قرآنا عربيا، يعني القرآن هو أصل اللغة وهو الأساس في الحفاظ على مخارج الصوت ومخارج الألفاظ وما إلى ذلك. أنا طبعا الاستماع برضو لمشايخنا الكرام، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المشاوي، الشيخ محمد عمران، الشيخ الحصري، طبعا مش عايز أستثني حد لأن دول يعني ما ينفعش حد يستثني حد منهم، بس هم كانوا الأساس والركيزة طبعا في السمع والمقال. يعني قول لي انت بتحلم بايه بعد كده؟ انت الخطوه الاولى في الاحتراف هي وجودك في احد العروض الفنيه اللي على خشبه المسرح دلوقتي، دي تجربتك الاولى كتمثيل وغناء على خشبه المسرح؟ هي مش اول تجربه، انا بقى لي سنه وشهرين تحديدا في مجال المسرح. اشتغلت مع بعض الشباب الهواة اصدقائي، مثال ممثل ومخرج اسمه ماهر الحجار من هواة المسرح. اشتغلت معاه عرض كان طقس صوفي اسمه حب، اشتغلنا سوا، وبعد كده اشتغلت في اكتر من حاجه. بعدين كان في اختبارات في مسرح الطليعة بيتمناها الأستاذ شادي سرور الممثل المخرج مدير مسرح الطليعة، قمت بالتقديم وتم قبولي عن طريق الأستاذ الممثل الأستاذ ماهر محمود، هو مخرج العرض اللي بدون ذكر أسماء، العرض اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي في مسرح الطليعة. سمعني هو الأستاذ مصطفى سامي الكبير أو اللي كان بيدربنا في الكورال وكده، وقال لي صوتك كويس هيجي منك، و دخلت العرض وكان ليا نصيب الحمد لله. ان شاء الله كويس يكون جداً. بس يعني عرض ضمن عروض كتيره تقدمها يعني باذن الله. انا بتمنى من ربنا التوفيق والنجاح في اللي جاي، وبعتذر طبعا للجمهور، بعتذر لحضرتك عن ان صوتي لا مش خالص مزبوط. انا هقول لك زدنا من الشعر بيتا يعني، وسمعنا حاجه كمان بعد اذنك. بس في كيك لو حضرتك تختاري حاجه ممكن اغنيها على ذوقك. اللي تفضل على ذوقك، كل اللي تغنيه كويس. انا طيب احنا ممكن نغني حاجة لمصر. جميل. بلدنا. كان في حاجة بيغنيها الفنان هاني شاكر والأستاذ محمد ثروت. تقول وإن كان عالقلب مالوش غيرك، وإن كان عالحب مفيش غيرك، إن كان عالقلب مالوش غيرك، وإن كان عالحب مفيش غيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب تربى على خيرك، جناحي مرفرف في سماكي والقلب تربى على خيرك. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلاد الثورة القومية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ولنالك. يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفى والحضن، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفى والحضن، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما هقولك برضو شوية بلدي بلدي يا بلدي، وبلدي بلدي يا بلدي، وإن كان عالقلب مالوش غيرك،
إن كان عالحب مفيش غيرك ده جناح مرفرف في سماكير والقلب تربى على خيرك جناحي مرفرف في سماكير والقلب تربى على خيرك بلدي بلدي يا بلدي. جميل يا علي، قول لي احنا عندنا الحمد لله مصر ولادة وكل يوم بقى في اصوات جديدة حلوة كتير، لكن هل في صعوبة ان انتوا توصلوا للناس دلوقتي لكثرة العدد ولا في قنوات كتيرة بتساعدكم على ده؟ والله هو في صعوبة حقيقية في ظل اللي موجود دلوقتي، ولكن ما فيش صعوبة طالما الواحد مصر على المبدأ وبيحلم وعنده الأدوات لتنفيذ الحلم ده، مهما كنت على قدر من الإحباط أو بتواجهك مشاكل لابد أنك تتخطاها عشان تقدر تبص قدام وتقدر تحقق ده. ولكن بجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إن لم يضيع أجر من أحسن عملا. أنت طول ما أنت يعني حاطط نفسك وبتسعى في الحاجة اللي أنت بتحبها، بتسعى بطريقة كويسة، بتسعى للحاجة الحلوة، هتلاقي اللي يساعدك. أنا بصراحة حابب أن أنا أوجه شكر لأساتذتي، الناس اللي وعدتني وبتوفوا بعدها دلوقتي انها سمحت لي ان انا اشارك في العمل الفني اللي انا اكون موجود فيه دلوقتي، شجعتني وكانت سبب اني اكون موجود مع حضرتك دلوقتي. امبارح كنت بتكلم مع استاذي الاستاذ ناهر محمود والاستاذه بسنت علي المخرج المنفذ معايا في العرض، قلت لهم انا تعبان عندي انفلونزا، قالوا لي ما الكلام ده مش موجود، هتطلع هتغني هتقول انت كويس. في ناس حقيقيه ممكن تشجعنا، في ناس كتير موجوده. السعي ورا الحلم او الحاجه اللي انا بحبها هو اللي هيقدر يوصلني بعد كده، المثابره وطبعا القرب من ربنا سبحانه وتعالى فيه الخير على الدوام والبعد عنه فيه الشر على الدوام. يعني بسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقني ويوفق اخواتي اللي موجودين دلوقتي. احب اقول برضو ان معايا في العرض ما هم افضل مني بكتير من حيث الصوت والاداء، ولكن هو يعني وقع الاختيار عليا انا، اتمنى ان اكون ما خذلتهمش وان اكون عكست صوره طيبه ليهم. لسه عاوزينك برضو تسمعنا حاجه اخيره قبل ما نسيبك برضو ونختم اللقاء. تمام، احنا ممكن برضو نختم بحاجه في محبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى بالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
شكرا علي، كنت ضيف عزيز علينا، بنتمنى لك كل التوفيق في حياتك القادمه. شكرا باذن الله ليك وكل الشباب اللي عندهم ايمان بموهبتهم وبيشتغلوا على نفسهم عشان يعملوا حاجه. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج كلها، واتمنى ما اكونش ضفت الى حضرتك ابدا اطلاقا. مصر جميله بيك وبكل شبابها المخلصين. طول عمرها جميله ان شاء الله. شكرا ليكم، وغدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. We'll be right back.